حاليا صحيح، لان دونالد ترامب في الاشهر والاسابيع الماضيه طلع بتصريحات كثيره بتؤيد العملات المشفره، وبيدعو المشرعين في امريكا باتخاذ اجراءات سريعه وتسهيل عمليه تقنين البيتكوين والحد من المخاطر اللي ليها علاقه بغسيل الاموال والتهريب التمويل الارهاب وهذه الامور يعني. فهناك توقع ان هو هيكون اكثر صداقه واكثر تعاونا مع سوق العملات المشفره، خصوصا في ظل الموقف المتشدد نوعا ما اللي اخذته الحكومه الحاليه في ال4 سنين الماضيه. فاذا ترامب فاز والحادثه اللي حصلت دي، المحللين السياسيين بيدلوا ان هو ده بيقرب ترامب من الفوز. ففي الحاله دي العملات المشفره متوقع ان هي تعدي بفترة أسهل من ناحية التشريعات، وإن التشريعات تطلع بسرعة. بالتالي هل نتوقع مستويات قياسية جديدة في الفترة المقبلة؟ صعب. هو يعني السؤال هنا دايما بيبقى على أي مدى بنبص. لو احنا بنبص على مدى الأسابيع والشهر أو الشهرين الجايين، فهناك احتمالية إن الرالي ده ما يكملش، وده بسبب ان العملات المشفره في خلال الاسبوعين السابقين دخلوا في عمليه تصحيح ما يسمى بالتكنيكال كوركشن، التصحيح التقني، واللي بقى لنا فتره منتظرينه، وكان متوقع الهبوط شويه كمان عن المستويات اللي وصلت لها، ممكن تلمس اوائل ال50 ألف الحد الاقصى من الاربعينات. لكن الحادثه اللي حصلت بتاع ترامب غيرت الوضع على الأقل في المدى القصير.